السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد اليوم عندنا جهاز XR مسكر iCloud زي ما انتم شايفين، زي ما واضح على الشاشة عليه آخر إصدار 17.5. بدنا نعمل له تخطي لحساب iCloud بأداة iRemoval Pro. شرط رئيسي يا اخوان انه يكون على اخر اصدار، يعني بدك تتاكد انه على اخر اصدار موجود على 17.5 وبعدها بتبلش شغل. اول خطوه بدك تعملها بدك تنزل البرنامج عشان نبلش نعمل تشييك. كيف ننزله؟ بنروح على موقع FWLOOK. بعد ما نسجل دخول شرحنا طريقه تسجيل الدخول وطريقه شحن الرصيد، بنروح على Place Any Order وبنروح هون وبنكتب iRemoval او بننزل بالخيارات لغايه ما تبين معنا خيارات iRemoval. بختار هذا الخيار XR XS XS Max، يعني جميع فئات ال XR وال XS Max والعادي. باجي هون بلاقي هون في رابط، بضغط عليه وبنزل البرنامج، بس بعمل تنزيل بنزل عندي على الكمبيوتر. صادف انه في ناس حكوا لي لما اجي اعمل له تنزيل بيعطيني انه خطر على الكمبيوتر او فيروس او كذا من هالحكي، ومش عارف كيف بده يحل الموضوع. بدي اشوف انا اذا بده يعطيني، اعطاني تم حظر تنزيل البرنامج بالشكل هذا. شو بعمل؟ برجع هون بكبس على السهم، بعدين بكبس على سجل التنزيل بالكامل، بعدين بعمل على الثلاث نقاط هون وبنزل تنزيل ملف خطير وبكبس اوكي. هون صار البرنامج نازل على الكمبيوتر. باجي على الثلاث نقاط والعرض في الملف بلاقي الملف صار موجود بالشكل هذا. بعمل اكستراك، بضغط بفك ضغط الملف، بسكر هدول التنتين وبفتح البرنامج وبرضه بفتح البرنامج. هاي الخطوة لازم تعملها، ضروري جدا قبل ما تعمل الاوردر، لانه اذا عملت الاوردر عملت طلب وكان وكنت مش عامل هاي الخطوة راح يتم رفض الجهاز. واتوقع انه شرحتها اكثر من مرة. مجرد ما فتحت الاداة بلشت تعمل تشيكينج هون واعطاني مسج، هذا المسج هو اللي لازم يطلع، مكتوب فيه your device is supported، جهازك مدعوم. لما يعطيك هاي المسج مباشرة بتضغط اوكي، بتروح على السيريال نمبر بتضغط عليه ضغطة واحدة بنسخ، وبتروح على الموقع يا اما بتشحن رصيد بعدين ترجع، او اذا كان عندك رصيد مباشرة بتروح عليه وبتعمل اوردر. لا تعمل اوردر وانت مش عامل شيك على الأداة، لأنه رح يجي رفض مباشرة. بنروح هنا على أوردر إيمي أوردر، رح نلاقي هنا إنه الأوردر في الويتنج، بتحول بعد شوي بصير في قيد التنفيذ، بعدين بتم الأوردر. أحيانا بيشتغل بسرعة بتم بنص ساعة بساعة، وأحيانا بتأخر ساعتين ثلاث، أحيانا خمس ساعات، بس المهم إنه وقت الأوردر هون من يومين لخمس أيام. بس كل التجارب اللي جربناها وكل الناس اللي اشتغلوا خلال 24 ساعة تفعل جهازه، يعني ما في حدا تجاوز ال 24 ساعة، يعني في ناس 26 ساعة ولكن هيك المعدل. فهم كاتبين من يومين لخمس أيام في حالات الضغط، ولكن يعني هذا هو الوقت. انت مجرد ما عملت تشيك وطلبت الأوردر خلص، هنا اترك التليفون لغاية ما تكتمل للخطوة اللي بعدها، وامشي يكون سبورتد. اذا كان جهازك مسكر شبكة، مقيد في شبكة من الشركة، الاداة ما بتقبله، يعني بتعطيك انه نوت سبورتد. طول ما الاداة قبلته معناته بفتح بشبكة. هاي المعلومة بأكد عليها كمان مرة عشان الناس اللي بتسأل. وفي سؤال تاني كمان بيسألوني اذا سكر الجهاز برجع بقدر ارد افتحه على الاداة؟ طبعا اذا على نفس الاصدار تقدر تفتحه لانه بكون خلص الملف صار في الأداة، لكن إذا صار تحديث بدك تنتظر تحديث الأداة عشان تقدر تعمله كمان مرة على تفعيل
السيريال نمبر اللي انت دفعته. هاي هيك عملنا الطلب وبننتظر لغاية ما يتم الاوردر ويجهز الملف. وراح اكمل معكم الفيديو. طبعا تاريخ اليوم 25/5 والساعة 9:30 مساء. بدنا نشوف بكرة لأي ساعة راح يجهز الملف عشان نكمل الفيديو ونفتح التليفون. اليوم طبعا التاريخ 28/3. خليني أورجي 28/5. خليني أورجيكم التاريخ. زي ما انتم شايفين هنا أعطى علامة خضراء والجهاز صار سكسسفولي. والساعة الآن خلينا نبين الساعة. الساعة 1 مساء ظهرا يوم الثلاثاء 28/5. يعني استغرقت العملية 3 أيام، مش زي العمليات اللي قبل. يبدو أنه في ضغط على الخدمة وتأخرت شوي. على كل حال هم حاطين بالوقت أصلا بالوصف عندهم زي ما انتم شايفين هون أنه العملية بتستغرق من يوم لثلاث أيام. والآن يعني صلها ثلاث أيام وتمت العملية. يعني أنا صحيت من النوم فتحت الجهاز شبكته على الأداء لقيته اشتغل بعد ما أعطاني سكسسفولي. وبعد ما تفعل السيريال على الجهاز بفتح الأداء. نفتح الأداء ونشبك طبعا الجهاز على الأداء. سواء كنت شابكه واي فاي او مش شابكه واي فاي ما راح تفرق. بننتظر الأداة لتعمل تشيك. اذا طلع لك مسج وكتب لك انه بيحتاج من يوم لثلاث ايام بترجع بتسكر الأداة وبترجع بتجرب بعد ساعتين ثلاث كذا لغاية ما يروح المسج بالشكل هذا. يعطيك زر الاكتف يتفعل يصير فعال هيك وما يعطيك اي مسجات. الان الخطوة اللي بنعملها الجهاز بوضع التشغيل وشابكوا على الأداء بكبس أكتف وسلامتكم يا جماعة. تكبس أكتف والأداة بتبلش تشتغل لوحدها لغاية ما الجهاز يفتح بشكل كامل. تتركه بأنه راح يطفي ويشتغل أكثر من مرة لغاية ما يخلص العملية بشكل كامل. ننتظر لتكتمل العملية. راح يطفي ويشتغل أكثر من مرة. الشرط يطلع لك مسج زي اللي أنا كبست عليه بس أنا كبست عليه مش عارف ليش. لما شفته طفى الجهاز وهي رجع اشتغل. ما زال ان بروجريس. يا ريت اذا ما كنت عامل لايك تعمل لايك، اذا ما كنت مشترك بالقناه تشترك بالقناه عشان يوصلك كل جديد. بنحاول نبسط الامور ونساعدكم في استخدام الادوات. 80% من الناس اللي بتفتح اجهزتها اشخاص يعني ما عندهم اي خبره بالفك الاي كلاود، والحمد لله بفتح على الفيديو بمشي على الخطوات بفتح تليفونه والكل مبسوطين. تعليقاتكم كثير حلوة. زي ما شايفين هي ثالث مرة بطفي الجهاز وبيشتغل وما زال هون بيعد العداد لسه ما اكتمل. هيك اعطى زي ما شفتوا علامة الكاميرا على اعطاني هنا سكسسفولي اعطاني هنا فتحنا الجهاز اعطاني هنا على الشاشة انه تم فتح الجهاز جهاز اكتف تمت العملية بنجاح. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. بحاول ابسط لكم الامور بحاول قدر المستطاع اشرح بطريقة مناسبة. طبعا هذا الفيديو يا جماعة ينطبق على كل الأجهزة، يعني الكل نفس الخطوات ولكن الأسعار بتختلف عشان نكون بالصورة. عشان
تفتح على أداة اي ريموفر لو حاب تشوف الفيديوهات اللي على أداة اي ريموفر، بتروح على اي ريموفر برو تلاقي الفيديوهات اللي بدك إياها. والأدوات من 6 ل X اللي هي البرو أرخص أداة تقريبا حاليا شغالة تمام. أداة البرو أصلا تابعة على اي ريموفر برو، فهمت كيف؟ وهي خدمات موقع اف دبليو انلوك بشكل كامل، طريقة تسجيل الدخول، طريقة شحن الرصيد، طريقة اعطاء الاوامر الاوردرات. هنا شرح للادوات، شرح مفصل في لكل اداة، بشرح لكل جهاز لوحده. وعندك هنا طريقة فتح ايفون بشكل رسمي من شركة ابل، طريقة عمل تشيك، هنا اصلاح اخطاء. هذا الفيديو مهم كثير يا جماعة، اللي هو هذا الفيديو حل مشاكل السوفت وير. اذا عندك مشاكل في ادوات السوفت وير تقدر تستعين في هذا الفيديو، بيساعدك في حل 90% من المشاكل اذا مشيت على خطواته. في كثير فيديوهات يا جماعه، يا ريت تدعمونا باللايك والاشتراك بالقناه عشان نقدر نكمل في هذا المحتوى. نراكم على خير ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.